كلام محترم، وهضيف هنا ان فريق كمان الاهلي امبارح عمل تقسيمه قويه، ده خلال المران الثاني في تنزانيا، ركز فيها المدير الفني موسيماني على تنفيذ مجموعه من التعليمات والجمل الفنيه المحدده. وخلينا نقول ملاحظ كمان ان موسيماني قام بايقاف المران اكثر من مره عشان يواجه اللاعبين، وده ياكد يعني ناكد على شيء بياكد كل خطوه هناك بتكون محسوبه استعدادا طبعا للمباراه. عايزين نقول كمان لحضراتكم ان موسيماني امبارح عمل اخر المران شويه لان كانت الارضيه هناك، ارضيه الملعب وحشه جدا يا كريم، الارضيه كانت سيئه يعني. فبيتس موسيماني وكان معاه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قاموا باستدعاء هناك مسؤولي الملعب عشان يصلحوا بقى الجانب غير المستوي من ارضيه ملعب المران، طبعا حرصا على سلامه اللاعبين. انت عارف الملاعب اللي زي دي ممكن يعني لا قدر الله يبقى فيها اصابات للاعبين. وده اكيد تفادي ليه. بيتس موسيماني كمان خليني اقول لحضراتكم عقد جلسه قصيره مع محمود كهربا تحديدا لاعب وسط الفريق على هامش المران، وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب. مرة تانية بنقول توفيق إن شاء الله للفريق، وزي ما بيتقال كده وراك يا أهلي في كل مكان. إن شاء الله بكرة بإذن الله نشوف مباراة قوية ونهاية مرضية لكل جماهير النادي الأهلي بإذن الرحمن، والنادي الأهلي كالعادة حقق انتصار مرضي ومشبع لجماهيره ولعشاقه.